اللهم إني أعيذ أمي بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها، ومن كل ألم يسكن جسدها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم أعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى. اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها. اللهم ولا تتوفاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضا. اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها. اللهم أطل في عمرها مع العافية في صحتها ودينها. اللهم لا تجعل لوالدتي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك. اللهم وأقر عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا. اللهم اجعل أمي لا تشكو هما ولا تتألم وجعا، وأسعدها سعادة لا اكتفاء منها. اللهم ارزقها عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبين ما يقربها إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل والدتي من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك. ربي لا تريني بأمي ضعفا يبكيني، واجعلني بها من البارين يا أرحم الراحمين.